سيد حسام، هالقطعة الذهبية شو اسمها؟ هاي عبارة عن قطع نقدية تسمى الغوازي، كانت تستعمل في الزمن نقد في زمن الحكومة العثمانية كنقد، وبعد خروجه أصبحت هي عبارة عن زي بيلبسوه أهل الريف. عنا الريف الرستان، راح أرجع مرة ثانية. هذه اسمها صفية، صفية اسمها صفية، مكونة من قطع غازية من قطع غازية تنحط على الرأس. على الرأس. بأي قرى بتلبس عادة؟ في الرستان وبالقصير، دير بعلبي، هالقرى هي بالشرق، مهين، بالشمال، بالجنوب؟ والله حوالي حمص، حوالي حمص، لكن أغلبها بالشمال الشرق، شمال شرق شمال شرق. شرق حمص، طيب، وفي غرب، في في بالغرب غرب. كمان. نعم، القطعة الثانية شايفها عبارة عن اسوارة و هذا طقم جنزير، ايه. طقم زرد جنزير، مصنوع من بواري، وبلبسوه هذا عندنا بالمدينة، وبلبسوه قليل بالريف، لكن لبسوه أكثر بالمدينة. قلت مكون من زرد بواري، شو قصدك بالبواري؟ بواري فارغة، زرد بواري فارغة وملفوفة، نعم، ومرصع بأحجار الزيركون. زيركون. طيب القطعة اللي بعدها هذه هذا عبارة، طقم صب، موديل قديم، الرسمي قديمي، لكن طبعا شو، هذا جنزير، نعم، هذا طقم جنزير طقم جنزير فارغ، فارغ. نعم. بلاحظ نوعين من الأساوير، وحدة رأس حية والتانية رأس مسطح. لرأس حية شو بتسموه هذا؟ هاي مباريم حموية، هاي مباوريم حمو، مباريم حمويه، يعني هن بالاساس اهل تصنيع حما حما، بيلبسوه. تصنيع حما ولبس حما، لكن اصبح عندنا صناعه، يعني وعندنا بحمص بلبسوها بشكل، باي قرى، باي مناطق؟ والله كل القرى، شمال حمص، يعني شمال حمص، الرستان، وبالمدينه بالمدينه بيلبسوها، كمان بلبسوها. بيلبسوها. طيب المبرومه الثانيه اللي هاي هي المبرومه الحمصيه شايف حصرا، مرايا اسمها، اوزن، نعم، اوزن واتقل ومسطحه من الامام تقريبا، نعم، او مبار، هاي اسمها حمصيه مرايا، حمصية. هاي كل هذا شغل ايد، يعني كله شغل ايد، هذا شغل ايد. هاي بتمتاز فيها انه حمص، يعني تصنع فيه حمص حصرا، يعني ويبدو انه معهم مصاري كثير، مشان هيك بتقلوها، نعم، شوي بتقلوها، بتصير يعني ثقيله، لكن الان على غلاء الذهب عم نخفف قليل الوزن، الاستخدام. نعم، عم نخفف الوزن. وهذه المجدولة اساور جدل، اساور جدل، كمان مثل ما قلت لحضرتك انه بتصنع في اكثر من محافظه، وهي بتمتاز اساور جدل انه بيلبسوها كل فئات الشعب، يعني كل فئات الشعب كل السوري، الطبقات، كل يعني الطبقات، كل الطبقات، نعم. هاي نحن هذا جزء بسيط من الصناعات اللي عندنا، عندنا صناعات اكثر من هيك بكثير، يعني هذه الصناعات قديمه ولا جديده؟ هاي صناعات جديده، صناعه الان مصنعه، تقليد لقطع قديمه، تقليد للقطع القديمه. بعتقد شفنا شيء نوع من الحلقات او شو، في حلق عندنا اسمه حلق كف الغزال، هذا حلق كف الغزال، صناعة هون محلية، صناعة وين بيلبسوه عادة؟ بالمدينة؟ بالريف، بالريف، يعني بالشمال، بالقصير، بالرستان، وبالشرق، شرق حمص. عم بلاحظ انه الذهب كأنه بس بالريف فقط. الذهب لا، هو المدينة إلى لبس والريف إلى لبس. هذا القطع بالريف ممتاز انه بلبس الذهب اوزان ثقيله، يعني بيريد للاوزان لانه الثقيله، عمليه ادخاريه، عمليه ادخاريه، يعني يعتبر بالنسبه له الذهب ادخار اكثر من تزيين. يعني بالمدينه بيمتاز انه لبس الذهب قطع ناعمه وفنيه، يعني كثير احيان بتكون، وبالمدينه كثير منه مثلا بيميل، مثلا الذهب بيكون فيه زيركون، او كمان قسم كبير كمان بيكون فيه احجار كريمه. الزيركون كان معروف قديما من 50، لا 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 ما معروف، لا مو لا معروف، كان معروف من قديم في الياقوت، الياقوت الابيض، يعني هو الإضافات الجديدة على الموديلات القديمة أضافوا الزيركون. نعم طبعا، بينما هو الموديل القديم، موديل قديم، نعم، كانوا يستخدموا الياقوت ويستخدموا العقيق، العقيق، الأحجار، الأحجار الكريمة، في أحجار، هلا الأحجار الكريمة في منها الأحجار النبيلي الكريمة، شو هي؟ الكريمة، الألماس، الزمرد، الروبي، الزفير، هاي الأحجار الكريمة بيستخدموها. نعم، عندنا صناعة فيها وبنستخدمها، وعندنا صناعات جيدة ليها. أنا عم بحكي تحديدا على أهل حمص، نعم، يعني بتداولوها، نعم نعم، بتزينوا فيها، بتزينوا فيها، وإلى شغل واسع عندنا. والأحجار غير كريمة، الأحجار شبه الكريمة أو شبه الكريمة، عندنا العقيق، عندنا الفيروز، عندنا التوباز، عندنا الملكيت، عنا الجاد، عنا يعني سلسلة طويلة من طويلة، وكلها بتستخدم وتزين النساء بهم. نعم كلها بتزين،
ولها استخدام عندنا.